نروح بقى لحاجة تانية، والفوز الكبير لو حضراتكم تابعتوا لمانشستر سيتي الإنجليزي على كلاب براغ البلجيكي 5-1، ده كان في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا. الماتش ده زي ما بيتقال كده تحقق فيه رقم مميز جدا للجزائري رياض محرز اللي سجل المفروض هدفين في خماسية السيتي، أحدهما كان من ركلة جزاء، عشان كده بيصبح بقى كريم اللاعب الجزائري الأكثر تسجيلا في دوري الأبطال ده برصيد 13 يعني هدف. وبكده لو احنا بقى هنقارن بين الارقام وبعضها كده محرز قدر ان هو يتخطى رقم اسطوره الجزائر السابق والمتوج بدوري الابطال مع بورتو رابح ماجر. يعني عايزين نقول كمان محرز شارك في 11 مباراه مع السيتيزنز الموسم ده، ده كان بواقع 6 في الدوري الانجليزي، 3 بدوري الابطال واخرى في كان الكاس بالاضافه طبعا للدرع الخيريه كان مسجل فيها وقتها 6 اهداف. يعني حاجه برده كويسه جدا طبعا. محرز من الناس او اللعيبه اللي ليهم اسم كبير جدا، وزي ما بنقول برده يعني ان هو يكسر الرقم بتاع رابح ماجر ده اسم برده كان كبير جدا في التسعينيات، حاجه طبعا. يعني كانت تقيله طبعا لا وكل المصريين بالذات من الاجيال دي تحديدا لا عارفه كويس قوي قيمه وقامه هذا اللاعب، لانه كان لعيب فعلا قوي جدا جدا، كان يعني من احرف اللعيبه في شمال افريقيا بشكل عام، كان اسطوره عندهم فعلا صحيح. طيب